السلام عليكم. موقع جميل فيه كل المواقع اللي هي بتاعت شات جي بي تي والادنس اللي انت ممكن تستخدمها. هو بيبدأ يقسمهم لك، هتلاقي هنا مثلا ادوب فاير فلاي اتكلمنا عنه قبل كده، بلومبرج جي بي تي، اي واحد فيهم بتدوس عليه بيبدأ ان هو يفتح لك المعلومات عنه تمام، ويعرفك هو عبارة عن ايه، وفي فيديو قصير بيشرح لك ازاي ان انت ممكن تستخدمه، وهتقول له هنا جي بي تي ماركت فبيبدأ يجيب لك كل المنتجات، تقول له مثلا عايز كروم اكستنشن بيبدأ يجيب لك كروم اكستنشن الموجود عنده، ممكن اقول له انا عايز جي بي تي 4 فيبدأ يفتح لي الحاجات الخاصة اللي هتوصلك بجي بي تي 4. يعني لو انت عايز تشتغل على جي بي تي 4 كل دول مرتبطين بجي بي تي 4، زي مثلا مايكروسوفت ايدج، مايكروسوفت بينج، في مثلا مندس دي بي، في ريفليكت، ازورا طبعا، اوبن اي اي، اوتو بايلوت، اوتو جي بي تي، كل الادوات دي مرتبطه بشات جي بي تي 4 وتقدر انت تستخدمها، واغلبهم مجانا، اغلبهم بيبقى شغال في الخلفيه. كورسيرا طبعا شغلت الموضوع الجي بي تي 4، ديولونجو اللي هو بيتعلم هذا الانجليزي برضو شغال بشات جي بي تي، بحيث لو في سؤال انت مش فاهم ليه اختار هو الاجابه ديت تقدر انت تساله وهو يقدر يجاوب عليه.